انهيار ثلجي يسمى الانهيار الثلجي او دي افالانش. الدور الجوي في عام 1953. الملك محمد السادس القائد اعلى ورئيس اركان الحرب العامه للقوات المسلحه الملكيه دام له العز والتمكين، احر التهاني والتبريك داعيا الله سبحانه يطيل في عمره ويجعله ذخرا من هذا البلد الامن المستقر ويحفظه في ولي عهده الامير مولاي الحسن ويشد عضده بصاحب السمو مولاي رشيد انه بالاستجابه جدير. والشعب المغربي العظيم طنجة إلى البويرة.